մենք կոր ձարագելոցենք գիտենք ինչպես աշակերտները 10 օրեր աղոթքով անցուցին نحن بنعرف من سفر اعمال الرسل كيف التلاميذ قضوا 10 ايام بالصلاه այդ օրերուն Սուրբ Օքին իրենց կյանքերեններ շատ բաներ փոխեց وبهال 10 ايام الروح القدس غير كثير اشياء بحياتهم Սուրբ Օքին միայն անոնց վրա չհանգչեցավ որ անոնք լավս կան والروح القدس مش حل عليهم بس حتى يحسوا بمشاعر حلوه قام زورافورس كان او لحتى يحسوا بقوه سوربوكين هيشيتسو تانون سردي ميچ دير هيسوسي بولور خوسكيرا بل الروح القدس ذكرهم بقلوبهم بكل كلمات الرب يسوع انون سردير باتراستيت زورافور لالو وهي قلوبهم تيكونوا اقوياء انون سردير باتراستيت որբեսի աստծո թակավորության գամքը գադարողները լան ու հայա լուբուն تحت يكونوا صانعي لمشيئه الرب սրդերը պատրաստեց որբեսի հիսուսի բես ծառայություն հանցնարներ ու حضر قلوبهم حتى يكونوا عم بياخذوا عطاءهم خدمه مثل خدمه يسوع այդ օրերուն լրջորեն մեծ փոփոխություն եղավ իրենց ցանկերում մեջ ու بهال 10 ايام صار في تغيير جد كبير بحياتهم եւ երբ մենք կուզենք որ Սուրբ Օքին նոր չափով մեր կյանքերեն ներս գործե وقت اللي نحن بدنا ان الروح القدس يشتغل بمستوى جديد بحياتنا շատ կարևոր է որ մենք այդ ուղությամբ ներքնաբես պատրաստվենք ضروري ان نكون عم نتحضر بهالتوجه داخليا եւ այդ պատճառով է որ այս օրերուն մենք պիտի խոսենք հատուկ նյութեր ولهذا السبب نحن بهالايام بهالعشر ايام رح نحكي مواضيع خاصه որ գվերապերի մեր ներքին աշխարհին تتعلق بعالمنا الداخلي մեր հոգե որ աշխարհին بحياتنا او عالمنا الروحي մեր հոգևորությունը զորացնելու համար لحتى نقوي ونشدد حياتنا الروحيه մեր շնչավոր աշխարհին وعالمنا النفسي որպեսզի փոխենք մեր մտածելացեվը եւ ուղենք մեր զգացումները حتى نغير طريقه تفكيرنا ونوجه مشاعرنا بالطريقه الصحيحه ի խոսինք նաեւ որ մեր մարմինները գոչված են داجار سوربوكين ولح نحكي ونقول انه اجسادنا مسميه او مدعوه هياكل للروح القدس وروبيدير مير مارمينيرا իսկապես մեծ թեր ունին այս աշխարի վրա لانه اجسادنا حقيقه في لها دور كثير كبير تلعبه بهالعالم մենք այդ մարմինին միջոցով աշխարի վրա գաբրինգ կկործենք եւ կհարաբերենք نحن من خلال الجسد منعيش على الارض ومنعمل ومنكون علاقات եւ աստված մեզ իդված է այդ մարմինը որպեսի անոր հոգ տանինք و الله عطينا هيدا الجسد حتى نهتم فيه եւ մենք պետք է հասկանանք եւ գիտնանք թե ինչպես միտնենք այս բաները ու نحن لازم نعرف ونفهم كيف لازم نعمل هالاشياء բարձրորեն մեր այս 10 օրերու մեջ մենք պիտի տեսնենք ինչպես կգրնանք դրամատրվիլ որ Սուրբ Օքին իրավես خورزه مرجان كيرن نفس فبكل بساطة نحن خلال هالعشرة أيام رح نشوف كيف رح نقدر نكون أو رح نتعلم نكون متاحين للروح القدس حتى يصنع مشيئته من خلاله ورب دب يسقى هوادام ور منك هوكيان بقاش تشونينج لأنه أنا بآمن إنه نحن ما عنا أي نقص بالروح القدس من مش أنور هت هغور تاك سلومج تيرو تشونينج ولكن عنا نقص بالتواصل معه بالشركة معه ورب دب شارونك مير أنسناغان دساجت نرى գտնենք առաջին հերթին لانه بكل مره بنكون عم نوضع ارائنا نحن كاولويه شاد انكم كيداك سفر եւ ընդհանրապես եւ շատ անգամներ առանց գիտնալու مرات بنعملها عن قصد ومرات بنعملها كثير الاوقات بنعملها بدون ما نعرف այսօր գուզեմ մեր շարքեն շարունակելով նայել թե ինչքան կարևոր է մեր ցանկերեն ներս անցած ստարցած ցայները հասկանալը انا حابب انه نكمل بسلسله مواضيعنا واليوم نشوف قد ايه مهم انه نفهم ونعرف الاصوات اللي بتحدث وبتكون موجوده حولنا եւ երբ շատ անգամ գսկանք շատ մփաներ զորավոր են մեր մեջ ու ايمتى مرات بنحس انه في بعض الاشياء بتكون قويه كثير بداخلنا գսկանք որ գահխտեն մեզի ու بنحس انها عم تغلبنا اللان ميتكير اللان وريش بانر ان كانت افكار او اشياء ثانيه ինչու գահխտեն طب ليه بتغلبنا ورانون زوروتيان ارمادا وين مصدر او جذور قوتها ورجيك زاكين اي سبانر من وين بتنشا هالاشياء يعني ինչ կրնանք նել որանոնք մեր ցանկերը չաբրին ونحن شو فينا نعمل حتى ما نسمح لها تعيش حياتنا մեր աստվածաշունչերը բանակ այբ կորինթացի 14 10 եւ 11
համարները կգարտանք։ Խլինա նفتح كتبنا المقدس من الى رساله اهل كورنثوس الاصحاح 14 نقرا الايات 10 و11։ Ով գիտե քանի տեսակ լեզուներ կան աշխարի վրա, բայց ովևէ մեկն ալ անհասկանալի չէ։ ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منها بلا معنى. يسغاين يتيس չեմ հասկանար խոսված լեզուն անհաղորդ կմնամ խոսվածին եւ խոսողին ինչպես ինքը ինձի. فان كنت لا اعرف قوه اللغه اكون عند المتكلم اعجميا يعني غريبا والمتكلم اعجميا عندي. Հոս հունարենով հասկանալ բառը դինամուս բառն է ու կելմետ اعرف هون باليوناني هي كلمه دوناموس որոնտարաբես գվերապերի աստծո խոսքին քեր բնական զորության լիադաթան բչիր الى قوه كلمه الله الخير բայց այս բառունագին մեջ չի խոսի ուղագիորեն աստծո խոսքին զորության մասին ولكن بالسيه هون ما عم بيحكي بطريقه مباشره عن قوه كلمه الله اباك խոսի ցայնին ցակման դեղին մասին بل عم بيحكي عن مكان منشأ الصوت ուրգե որ մեր ներսիտին ցայներ դուրս կան يعني المكان اللي بتخرج منه الاصوات بداخلنا գրիվի ցայներ أصوات المشاجرة هارغوتيان ساينر أصوات الغضب تشناموتيان ساينر أصوات العداوة نيغاتسنوغ ساينر أصوات البداية جيركي ساينر أصوات الشهوة سانغوتيان ساينر أصوات الأهواء داربير دي ساغيت ساينر ورجيغ زاكين أنواع مختلفة من الأصوات من وين بتنشأ؟ يف أيت ساينر قام هرتشاغوم نيرا ورونغ ونين إيرنس ميج زوروتشون وهالأصوات وهالإعلانات اللي هي بتتضمن قوة فيها Ուրեմն Բողոս հասկանալ բառը դունամիս բառը կգործած է ցույց տալու համար թե այդ ցակող ցայները ինչքան զորություն կգրնան ունենալ։ Բոլոս هون عم يستعمل كلمة دوناموس لحتى يقول انه هالاصوات قد ايه فيها تكون فيها قوة։ Ես բետքունին գիտնալ տշնամի ցայնը, որ շատ զորավոր կգրնա աստեցություն ունենալ իմ կյանքի սուրը։ وانا بحاجة اني اعرف صوت العدو اللي ممكن يكون عنده تأثير كتير قوي على حياتي։ Ուրեմն բոլոր ցայները, լան հոգևոր, լան բնական ունին իրենց զորավոր խոսքերն ու աղբյուրները։ فإذا كل الأصوات إن كانت أصوات روحية أو أصوات طبيعية في إلى منابع أو مصادر روحية قوية. بناغان ساينرين أوريناجي أمار لورير جلسس. من الأصوات الطبيعية مثلا تستمع للأخبار. أسيقال لور مني. هيدا خبر. بايتس أصور يدين أشخادوغ نيرغان. ولكن في قوة عاملة وراه. أما ما غير تساينوني. وكل واحد من هالقوى العاملة وراه في إله صوته. بادراستوغ نيرغان. في اللي محضرين. زانو تسومنيرا نوغ نيرغان. في اللي بيعلنوا. أما مارت إير شونشوني إير تساينة تورسكبيرة إير مدازيلات سيفين أما تساين. وكل واحد منهم عنده نفسه. كل واحد بيخرج هالصوت بحسب طريقة تفكير ونفسيته. تريوز باريغام غام كاريغام ويوني سور جيانكيت ميتشك خوسي. ويمكن عندك صديق أو صديقة بيتكلم لحياتك شات سيرلي امنا دينكوفيد بايتس اير تساينر مش تونغلسس انوف غو هيمنس كو وروشوم نيرت وهن اشخاص محبين كثير ودائما الى جنبك ولكن انت دائما بتسمع لاصواتهم وبتبني قراراتك عليها ترى شات ان كم شات ما ميتشافايرنرو ميتش كتنفيس انون كيزي خوسين ومرات كثير بتنوجد بمجتمعات معينه وهل المجتمعات هي اللي بتحكيك շատ մտեսագի ցայներ կան որոնք գրնաս ցուն լսել فام في انواع مختلفه من الاصوات اللي انت بتقدر تسمعها բայց կան նաև հոգևոր ցայնը ولكن كمان في الاصوات الروحيه դիրոց ցայնին զորությունն է որոն աղբիրը սուրբ ոգին է او صوت الروح اللي هو صوت الله القوي واللي مصدره نبعه هو الروح القدس թեև աստծո խոսքը ինքնին զորավոր է ومع انه قوه الله بحد ذاتها قويه بس منك غاتشوغينك مير جانكيرن نير زوراتسنل ولكن نحن بننجح انه نقويها بحياتنا يف يرب وشاتروتيام يف نفيروموف جلسنك وقت اللي بنسمع لها بكل انتباه وبكل تكريس مين تشيس كيزيك خوسيم انا وعم بحكي معك يرتون وشاتروتشامب يف نفيروموف مديك كنس وقت اللي بتسمعني بتنبه وبتكريس تون غزوراتسنس استدزو خوسكين اسكزو خوسكي واستدسوتشونا كونيرسيتيت بتكون عم بتقوي تأثير قوة كلمة الله بداخلك بس مينش تون غلسس ام خوسكيرس ولكن انت وعم تسمع كلماتي يتي اردونازي سوروريش تساينر بارتسر اللان اذا كنت عم تسمح لأصوات تانية تكون عالية فيك شات مدهوك واتشيس
խոսքին միջոցով ու մաննակ քտիր մհտամ լալկլմե ուրիշ նյութեր կան որ քեզի գարավարեն բալ ֆի ումուր ау մավադիա թանիա հի լի ամ բդիր աֆկար բարզորեն ու շատրությամբ եւ նվիրումով մտիկ չլա رات شلالوت همار تون انور زوروتيونو تشس سكار فبكل بساطة لأنك ما عم تستمع للكلام بانتباه وبتكريس ما لح تحس بقوته بغوص عراكيال قصة إنش كان هواتكوف جنتونين خوسك يلا يغاد خوسك أين كان زوروتيام كاشخدي أستدزو زوروتيونو بولس الرسول بيقول على قد ما بنستقبل الكلام اللي عم يوصلنا بإيمان هل قد رح تكون قوة الله عم تشتغل فينا كو جانكيت نيرس ان نيروغاميد اللالا ساينه عدم الغفران اللي بحياتك بحد ذاته صوت شادان كام خوسي فريش خنتروتيان ماسين مرات كثير بيحكيك عن الثأر يبي رافون كبان شيء أرتاروتيان ماسين خوسلوف. وبيطالب بحقه هو عم بيحكي عن الحق عن العدل. أسيك تساينه كذي سباق باه. وهذا صوت بيلهيك. يبس تساينه كذي كرافه وره في جمانك. وهذا الصوت ممكن يتملك فيك بأي وقت. وره في جمانك وره في نيت خوسيك كو سبت كو أس تساينت إنك غيغاوارو غلا انتانور متكيت باي وقت وشو ما كان الموضوع هيدا الصوت ممكن يجي وهو يدير كل افكارك شاد غاريفوري كيتنانك ور تشناموتشونا غزوراتسني ان نيروغاموتشونا ضروري نفهم انه العداوه بتشدد بتقوي عدم الغفران فينا يا كازيغا مغيفور تونو نس خالبانير وبتدفعك لانك تعمل اشياء غلط Բարգության ցայնը եւս իր գարկին գմղե քեզ որոնես չարփաներ։ وصوت الغضب كمان بدوره بيدفعك لحتى تعمل اشياء غلط وشريره։ Հետո բար շատ ցայներ կան որ քու ցանկիտ մեջ են գերտան գուքան եւ գանցնին։ Fabetale fi ktir aswat btruh u btji u btmruq bihayatak։ Յուրաքանչյուր ցայն պետք է քննվի։ Kel saut lazem yumtahan։ Մեր հոգեվորությունը չափող սուրբ գիրքին Աստծո խոսքին միջոցով يمتحن بحسب كلمة الله بحسب الكتاب المقدس اللي هو مقياس حياتنا ինչպես Փենգոր ընտածից 13-ին գարտանք مثل ما بنقرا بكورنثوس الثانية 13 թե մենք հբարտ Աստծո դեմ գործող պատնեշները կխոնարեցնենք եւ Քրիստոսի արժեք քերի կդարձնենք։ بكورنثوس الثانية 10:3 محل ما بيقول انه نحن منهدم الحصون ومنستأسر كل فكر كل ظن مرتفع ومنستأسره لطاعة المسيح. هذا ما بار أمم مك تساين خوس بك كنفي. فبالتالي كل صوت كل كلام لازم يمتحن. يرب تساين ما استزو خوسكين أرشيف كنوتيان مج تساخوغي. وقت اللي أي صوت بيفشل بالامتحان أمام كلمة الله أتساين بيتك تصير باقاليس هيدا الصوت لازم تعتقله بيك إيرين بانتنس لازم تحطه بالحبس شادان كم خصوغ يف مارت بانت بيتنس مرات كتير لازم الصوت واللي عم بيحكي تنيناتهم تحطهم بالحبس شادان كم تساين يف انور هيد شاد سيرات ميك بانت بانت بيتنس ومرات كتير الصوت وشي تاني بتحبه كتير لازم تحطه بالحبس وربسي أتساين كوكيان كيت نيرس كيتسنس ورو ستزو أرشيف كنوفيتساف يوارتار تشيلاف لأنه هالصوت لازم توقفه لأنه امتحن أمام الله وطلع إنه منه بار أمن ساين ورستزو خوسكين هاجاراجة بيتك فيرتسفي فكل صوت ضد كلمة الله لازم ينشال أستزو مزي تلاتراتسنر إير خوسكين ميتشن بيتك أنتونينغ خنار سردوف ضروري انه نقبل توصيات الله بكلمته بقلب كله تواضع منك شاد زوروتيان بكتشونينغ سادانا ان هاختلو نحن منا بحاجة لقوة كبيرة حتى نغلب الشيطان. يتا أستو خوسكين تيماتس جنانك خونار سردو منك هاختتينغ سادانا إذا وقفنا أمام كلمة الله بقلب متواضع منكون غلبنا الشيطان. يتا ميرجينك ور مير غارزيك نير كنوين قام سنك سخال يلان إذا نحن رفضنا إنه آراءنا تمتحن وتطلع غلط. مير جارديك نير أرتن أن بافيرن. بتصير آراءنا أصلاً ما إلى أي قيمة. أن أنتونيلين. بتكون غير مقبولة. مرودة منك مير جامك جبارداتشين. لأنه منكون عم نرفض إرادتنا. أنا رأي مرشد قاري وراء منك خنترنك سور بوكيين ورمزي لسلو قارو غتيون دا. فبالتالي ضروري نطلب من الروح القدس يعطينا القدرة على السماع. մակրեմեր լսողությունը ու թհտայ նաե ادرتنا على السماع զորացնե որ մենք իր մեզ սկսենք լսել ուայ ավինա թհտա նقدر نسمع منه مباشره որբեսի գարենանք լսելով նաև զանազանել ու լհտա بسماعنا لاله نقدر نميز որովհետև եթե սուրբ օքիեն չսկսիս լսել ըդի չհաճողիս
հաջողությամբ զանազանել لانه اذا ما قدرت تسمع من الروح القدس ما راح تنجح بانك تميز بطريقه صحيحه մեր նյութերումիջ պիտի տեսնենք որ մեր դրամապանությունը մեր միտքին հետ կապված է ճշմարտության հետ կապված չէ نحن بمواضيعنا راح نشوف انه المنطق منه مرتبط ب انجيل هيك كفاتش مر جشمرتيان هيك كفاتش مر ميتكين هيك انه المنطق منه مرتبط بالحق بل مرتبط بفكرنا انا را مرشد غاريور ورتون شرچابادس تون كيز مارتوتسموف ورون خوسين جشمرتيون لهالسبب ضروري انك تحيط نفسك بناس بيحكوا بالحق مارتيك ورون انجيلزن اشخاص صادقين وربسي تون شاروناك لسس بانير ورون جيشتن لحتى دائما تكون عم تسمع الامور اللي هي صحيحه ايلا بس ايت خوسكيره كيزي بارباروس مغنن اوداراغان مغنن جشماردوتيان والا رح تسمع كلمات رح تخليك تكون بربري يعني غريب عن الحق يرتون كسكسيس بادرازميل جشماردوتيان تم ورح تصير انت عم بتصارع ضد الحق أشخاري ورا بولور يجي غتسينرو مش لورج بعد رازم الله هو يفنرون تيماتس. بكل كنائس العالم دائما بيكون في صراع أو محاربة ضد رعاة الكنيسة. هو يفنرون ساينا مارتوس أدار قتفي. لأنه صوت الراعي بيظهر للناس على أنه غريب لألون. قتادن. فبيحكموا عليه. هو يفنرجان ورونغ انجوازوتيون غنانان إيرنس زارايوتيان انتاتسكين وروفيدف وارتسكوف بيرواتس هوفيفنرن وفي رعاة بيشعروا بالاكتئاب بأثناء خدمتهم لأنهم بيكونوا رعاة يعني بيجوا بأجر هافاداتسيالنر هوفيفنرون تشارغسن وفي مؤمنين بيقولوا عن هالرعاة هن شريرين غسن امين ايش كخوسين باتسي استوتسمه بيقولوا انه اللي عم بيحكوه كله من عندهم مش من الله يه مشكومه ايرنس لسات ساينين غاجين وبيستمعوا من ناحيه ثانيه للصوت اللي بيعجبهم بايتان شوش ديروتشمون ديروتشمي ديروت ساينه تشاديغا ولكن بالحقيقه هذا مش صوت الرب بحياتهم بوغوس راكيال ميزي كبورتسيسل ور يته لاف تش هاسكنانغ است ساينه ور مير نيرسيتينه بولس الرسول بيجرب قلنا انه اذا ما فهمنا هالصوت اللي بداخلنا جيدا منك بارباروسي اوداري بس كلانغ نحن رح نصير مثل البرابره يعني مثل الغرباء يوانونس نمانال غاردا هايدفينغ ولا رح نصير نعبر مثلهم انش ايماستوني يير شيداك بام خوسفي يبتون تشسك النارادي قال السل وريش تساينوني سكلسس شو بينفع إذا عم بينحكى قدامك شيء صحيح ولكن أنت دينتك ما بتسمعه لأنه دينتك ميلة تسمع شيء تاني كاني هو كي نرى لسادزين ور انزي قلسين يجيغيتسو باشتامون كيادن تشيوزر كاروز مديغنل كم مرة بسمع من أشخاص بيقولوا لي إنه وقت الخدمة ما كان الجلادة اسمع وعظة. عم قصة يسارت ناس همارنير كيدم. أو بيقولوا إنه ما أنا أصلاً بعرف هالآيات. النور بام مجزم. بدي شيء جديد. يبين زينك النور بام مارنلو هيد خفاص كلا. وبيكون خادع حاله إنه هو بحاجة لشيء جديد يسمع. بس بيرشاوروتيان يرب ديروش أرشيف إن كباش خارة. ولكن بالنهاية وقت اللي بيتوب قدام الرب. يدروش هاد هاغورتاكسوتشوم مغشين فير جيانكي ميتش وبيرجع بكون علاقه وشركه مع الرب انا نسمي ميغا ميغا انكام انزي صاف نوين همارنيرا ور كريتي امين شابات كغارتاس يف غسس انزي ميزا بس اورتوتيون ايغاف في واحد من هالاشخاص مره قال لي انه نفس الايات اللي انت كنت تذكرها كل احد بالخدمه فجاه صارت بركه كثير كبيره لإلي زارمانالي استو خوسك انشبس هينساتس بيدي يلا غريب كيف ممكن كلمه الله تتعتق هذا بار أنغاريلي ورديكا هينساتس الله. فأكيد مستحيل أن تعتق. يمارتيك نورتشون بندرلو أدن إيراغانو تيان ميج سخالي ميجن. ولكن الناس هن اللي عم بفتشوا على شيء جديد بيكونوا بمحل غلط. أستفاد إير خوسكين هماتين شارجلين بناف شيء تطير. الله ما بيوقف أبدا إنه يتحرك بحسب كلمته. أنسيال أورير يرب أم بومي ميجي. من كم يوم وقت اللي كنت عم بتأمل. دارينزي ساف إنزي سا كانيات كاروز غاس فازا شونشين ميتش الرب قال لي سالني قال لي قل لي كم وعظه في بالكتاب المقدس ور مليون اور كاروزيتشنر كاروزن اللي ملايين الوعاظ بيوعظون مليون اور كيركر كرازن وكاتبين ملايين الكتب عنه بس عمنا ميك كيركه ولكن كله كتاب واحد يا مك نباداغي كزاراي وهدف واحد بارزورن امي مارتي شونش نيفور غاردا هايدي ولكن كل واحد بيعبر عن نفسه هذا بار دير غسر ور انشبس
كاروزي ادن شونشت غاردايدس فكان الرب عم بيقول لي كيف وقت الوعظة انت بتعبر عن نفسك اني جاي غاري ورا اني جاي دار بيروتشون هيدا هو اللي رح يعمل الفرق لاف كاروز دار بيروتشون شنر مش الوعظة المنيحة هي اللي رح تعمل الفرق قلنا امينا لاف كاروز لال مارتيك دبافورفين بايتس بناف تشي بوخفين ممكن توعظك تكون الوعظة كثير منيحة والناس كثير ينعجبوا فيها ولكن ما يتغيروا هيدا بار يرجو غومي اشخادانكا فبالتالي في عمل من الناحيتين. زرايوغ يرسير دين بدي وشاطير الله. الخادم لازم يكون حذر على قلبه. لصوغ يرلسات ساينرون اسكوش بدي الله. واللي عم بيستمع المستمع لازم يكون كمان حذر على شو عم بيسمع. برو يدف قرنا إنك لسل كاروزيتشين. لأنه ممكن يسمع الواعظ. بس كاروزيتشين ساينن بارتسر ساينرون هنا يرمتش. ولكن. ورم باتشاروف بناف شوك تفير. ولكن يكون في بداخله أصوات أعلى من صوت الواعظ وعشان هيك ما يستفيد منه ابدا بوخانا غاستزو سيردين ساين لسي هايت اورفان امار وبدل ما يكون عم بيسمع صوت قلب الرب بهيداك النهار جلسي اير نخا باشارفاتس دراماتروتينن بيسمع من حكمه السابق إنك دراماتروتشون ما ونرادوف يجاف أني قال لي رنج كاروزة دعاف إنت يا فينك يا جيغتسي يجاف بس كاروزة غير دراماتروتشوننا يعني هو جاي بجو معين على الكنيسة ومع إنه سمع الوعظة ولكن بيسمع الوعظة حسب هالجو اللي جاي معه مارتي قرنا لاف مارتي قلال وهالأشخاص ممكن يكونوا أشخاص منيح مارتي قرون قصيرين دي روج وأشخاص حقيقة بيحبوا الرب قايتس شن هاتشو غير زانا زانيل ساينر ولكن ما بيقدروا إنه يميزوا بين الأصوات يبقى نرى مارك مرجن نينيسك أمينا غاريفور خوسكير ور أستوتسمي وبيبيما ميغوما شرتنيروف إيرنس كدرفي ولهالسبب بيرفضوا كلام الله اللي بيكون عم بيجي على شفاف الواعظ أو الراعي هاد باتشاروف بيتكي لاف جانشنانك تي إنشبس خابي بايتيونا قمتنا مير جانكيرن نيرس ولهالسبب ضروري نفهم كيف الخداع ممكن يتسرب إلى حياتنا إنشبس قمتنا باري مارتوت سردين ميج كيف بيقدر يتسرب إلى قلوب الأشخاص الصالحين يبايت باري مارت ور ليتسون باركيف نيروني ديروتش موف قطارنا بار باروسما وهالشخص الصالح اللي في عنده مواهب كثيرة من الرب بيتحول لبربري. يفتشفخت خنتيرو هون ور خبفات مارتون بناف تشسكنار هاموزيل ورين خبفاتي. والمشكلة هي إنه ما فيك تقنع الشخص المخدوع على إنه هو مخدوع. يف هذا بابر يت من جوزنك وراستزو تكابورتيون داراتزوي. فبالتالي إذا نحن بدنا إنه ملكوت الله ينتشر. نخ بدك مر للصوتيونا إنشنينغ ماكرينغ. بالأول لازم شو نعمل بسمعنا النقي. يا ماكروغ مين سر بوكينغر نالا. واللي بيقدر ينقي وحده الروح القدس. ديريسوس كسا أجانش ونتصغنر تغلسن. الرب يسوع بيقول من له اذن فليسمع بولورس كيدنك اوردر بارز اغانشين ماسين تشير خسر كلنا بنعرف انه ما كان قصده هالدينه بروفيد بولور هون يوغنر اسكسبونكو بكل صغنر اللاين لانه المفروض انه كل اللي موجودين هون كان عندهم دينان وبيقدروا يسمعوا نونيس يتخولين حتى لسلوس كساتس بك حتى لو كانوا بالاصل طرش كان مفروض انه انشفوا وصاروا يسمعوا باتيرنز دراماتروتشونه ماكرلو بتكونين ولكن كانوا بحاجه انه ينقوا استعدادهم للقبول. أردونين ور درفات خوسك إيرنس نرسيتين بوبوخوتشون نرنة. بحاجة إنه يسمحوا لهالكلمة اللي عم ينعطوا إياها إن تعمل تغيير بداخلهم. السجاة هذا سيالين جانكين ماج بانالي منة ور إنك يجعتين شنلو ماج إير باجينة برة. وهيدا مفتاح بإيد المؤمن حتى يقدر يشارك بدوره في بنيان الكنيسة. أيب كورنتاتيس داسن تشورس داسن يرجون قصة. بكورنثوس الأولى 14-12 بيقول. هذا بارتوكال كاني ور هوكيفور باركيف نرونج باباكيك չանացեք մանավան դիրանալ այն բարքևներուն, որոնք եկեղեցու օգուտին կնվաստեն, եկեղեցին գշինեն։ هكذا أنتم أيضا إذ إنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا هنا رنوف أيكودومي بارنه وكلمة بنيان باليوناني هي أيكودومي ورتيف جنشاناجي شينيل واللي معناتها صحيح البناء باتسي وايت بس نايف أغنارغوتشونه ولكن نفس الوقت كمان بتشير إلى غارويتس مونينالو همار جاردارابيداغان زراكيري تخطيط هندسي لأجل أي بناء أو أي شكل هذا بار
եկեղեցին շինել գուզենք, չի փավեր, որ ես ադոր նպատակ եւ փափակ ունենամ։ يعني اذا انا بدي ابني كنيسه ما بكفي انه يكون عندي الرغبه والهدف։ Եկեղեցին շինելուն թեմ լեցուն պատերազմներ կան։ لانه في حروب كثيره ضد بناء الكنيسه։ Որպեսի եկեղեցին եւ հավատացյալներ Աստուծո թակավորության ծառաները լան լեցուն հազարավոր պատերազմներ եկան։ ولحتى المؤمنين يقدروا يكونوا خدام لله رح يواجهوا كثير من الصعوبات والصراعات. نونيس هواداتيالرو ميتشيف انصات ستارتسات ميتكيرو بادرازنر ي هاغورتاكتسوتيان بادرازنر وحتى رح يكون في صراعات بالشركه بالتواصل وبالافكار تجاه بعض بين المؤمنين. اوريناغي امر يير بام مغلسينغ مثلا وقت اللي بنسمع شيء ور انتهارا بس يغيتسو شينوتيان شينا باستر اللي هو ما بيفيد بنيان الكنيسه انش كانال فستاهز كانغ قد ما نكون حاسين بثقة بدك أيت ساينة أن بافير نقادنك لازم نعتبر هالصوت إنه ما له أساس ساين منه وراستدزو دون الشينيلو ميج أكوت بدي تشبهر وناس بدي بير لأنه صوت ما قادر إنه يجيب نفعة لبنيان الكنيسة ما رح يجيب إلا الضرر ميان جيشت بانير لسيلة بدي شينيه وزوراتسنه يغيغيتين الاستماع للأمور الصحيحة فقط هو اللي رح يبني الكنيسة ويقويها نوينيس كيركيزي شات موديك ميقومة ساينة كزيك خوسي بانير ور شنو تشون شي بيرر حتى وقت اللي الصوت جاي من شخص كتير قريب منك وبتحبه اذا قال لك شي ما بيبني يغيغيتين يغيغيتسو غاروتين اراتش نورتنرون هوفيفين ما بيبني الكنيسة ولا هيكلية الكنيسة ولا القادة ولا الراعي ايت ساينة تشناميينة هالصوت من العدو لاف گلاور خوجور تمك متصنسيرن رح يكون كثير منيح انك تقلب وجهك فيه سلو امر ور يس كزيت چه ماسور مي حتى تفهموا انه انا ماني متفق معك يس چه موزر اس ساينن غاراوار وير انا ما بدي اكون عم بندار بهالصوت شادان كم منك اين كان گسيرنك ايرارو ان احنا مرات هالقد بنحب بعض ور سخال زيچوم گننگ ديروچ هاشون لدرجه انه بنعمل مساومات خاطئه على حساب الرب يت سخال ساينه سخال ساينه اذا الصوت صوت غلط يعني غلط چم گن نارادور زايرره يس گلورتسنل يس يراون چونيم گلورتسنل انا ما في ابري وحلي ما بحق لي اعمل هالشيء بدك ور هستاك الله ور بسات ساينه بوخوي لازم نكون واضحين حتى هذا الصوت يتغير ورمن منك وربس يغيغيتسي انتامنر نحن كاعضاء كنيسه ورغ غازمنك يغيغيتسين اعضاء من كون الكنيسه يف غنيرغاتسنينك تاكاوروتيونا وممثل ملكوت يغيغيتسين هاتشوغوتيام شينيلو اراچناهرت كورزاينه ور مير انسيرا غارينان زانازانل جيشت سخالن العمل الاولوي حتى نقدر نبني الكنيسه هي انه نحن بانفسنا نقدر نميز الصح عن الغلط ورمن مير امبوتش جيتروناتسوما يا مير نيوتيرون جيتروناتسوما اي سوغوتيام بيديلا فاذا كل مواضيعنا وتركيزها رح يكون بهالتوجه ورمن غارينان زانازانل انه نحن نتعلم نميز انش كانسني غتارنا اي سمارت كيفوركين شو نميز شو اللي عم بيصير وشو عم بيروح وبيجي بجسد الإنسان كفور كايدا يس إنشو نيم هما إيم هوكي اسمج أنا شو في بروحي هلا خيغجس ور هوكي اسكبات كان هوكي اسمج نه إنش بس كاشخدي ضمير اللي هو ضمن روحي كيف عم بيشتغل؟ إير بناغان انتاتسكين ميتشنة؟ هل عم بيشتغل بمساره الطبيعي؟ أسينغن إنش بس فور أستواتز دوازي فور خيرج مارتوس ميتش أشخادي جيشت أيت بس كأشخادي؟ يعني هل عم بيشتغل بالضبط مثل ما الرب أعطانا الضمير تيشتغل؟ إيم شونشس أسينغن بناغانوتيونس غامكس ونفسي يعني عقلانيتي ومشيئتي إرادتي يف اسكاتشوم نيرس ومشاعري بولور جيش تسيفوف غنتانان هل كلهم عم بيشتغلوا بطريقه صحيحه غرنا بدايل وريم اسكاتشوم نيرس يرنس اوزات ادن غرنان انزي اسكاتشوم مدال يف كرافيل هل ممكن انه مشاعري فجاه يعرض علي شعور معين يسود علي يتملك فيي من غارجوازن كسلو ور اسيغا غامكي دير مارتي اديغا غامكي دير مارتشي نحن معودين نقول انه هيدا عنده اراده قويه هداك ما عنده اراده قويه ارجو كريستوسو مير برغفيلا ميزي غامكي دير مارت كتارتسنه نونيس يته تشينغ هل يا ترى خلاصنا بالمسيح بحولنا تنصير اشخاص عندهم اراده قويه حتى لو نحن بالطبيعه ما كنا هيك ايو يف هايردوغوس نعم 100% ميزي كتارتسنه ور مين غارينانغ اشخاديل
قام مير جانكيرا ابريل جيشت انش بس استغزوات زنك بيحولنا تحت نصير قادرين نرجع نعيش حياتنا بالضبط مثل ما الله خلقها مير مارمين نيرون هوك دانيلو همار بيت كي غاز هانسن غارنينغ هل ناخد على عاتقنا كل اللازم تحت نهتم باجسادنا وشتي ام اسكاتشوم نيرس ام اخورجاغس ام جانكي تسيفس لمن هاغاراغي اس مارميني هوكتانيلو اسكسبونك نيرون او عوايدي وابليتي وكل الاشياء اللي بعملها هي عكس هالمبادئ انا مارشات غاريفوري من كارتانك يف نغادي ارننك يبيساتيس 1:17 لهالسبب ضروري انه نحن نقرا وننتبه للكلمات الموجوده بافسس 1:17-18 يا واردونينك ور سور بوكيين هايتنوتشونا دغ كتنى مير جانكيرن نيرس ونسمح لاعلان الروح القدس انه يلاقي مكانه بحياتنا وربسي مير ديروتش يسوس كريستوسي استواتز هايرا ورونغ باتكاني بارك تزيدا إماستوتشون يف هايتنوتشون باركيفو هوكين وربسي غارناك زينك جانشنال كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته أيو غاغوتيم وراستوات سير متكي أتشكير لساوري وربسي كتناك تي إنشي أن هويس ورون هراويرت سيز يف إنش جوخو باراوري خستومة ور إير أن ريال نيرا بدي جارانكن مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين سور بوكين كو هوكيت ميچوتساو هايت نوتشان نامك ما بدي غرغي كو مارت سكاتسون نيروت كو شونشيت كو باناغانوتيانت الروح القدس من خلال روحك رح يرسل رسالة إعلان لنفسك يعني لمنطقك لعقلانيتك ولا مشاعرك أراكيالك سي يسال بدي أغوتم والرسول بولس هون عم بيقول انا كمان رح صلي وربسي تصير متكي اتشكر ايرا بس لو سافورفي لحتى عيون اذهانكم تستنير يا بس كسي كيتنال كيدو تشونو نينال ويصير عندكم معرفه وعلم اين هويسين ور هرافيرتسس عن الرجاء اللي دعاكم إليه. يفتح إنش جوخ وباراوره خصتم ورمزي دواذة. وعن أديش وعده لقلنا غني ومليان من المجد. يا إنش باراور بان بدي جاران كينك مين. وأديش شيء اللي بدنا نورته مجيد. ولمن سيرينر شاد قارفوره ورمينك دستنك ت مرجان كيرن نيرس. إنش بانير مزيج خوسين. فبالتالي أحب ضروري إنه نحنا ننتبه شو الأصوات اللي بتحكينا بحياتنا. شاد بانير مزيج خوسين. في كتير كتير من الأشياء اللي بتحكينا. أوانا بار بدي كيتنانك يرب نايف اسكسينك من مزي كنيل يه وشاد روتيون نيل تا إنش كانس نيجا تارنا. وعلى الأرجح لح نقدر نعرف مين اللي عم يحكينا أو شو اللي عم يحكينا وقت اللي نبلش ننتبه ونكون حذرين. Հավանաբար պիտի լսես ոչ ճիշտ եւ լավ բաներ ավելի քան ճիշտ եւ լավ բան։ وعلى الارجح تسمع لاشياء غير صحيحه واشياء غير مفيده اكثر من الاشياء المنيحه والمفيده։ Արաջին հերթին դերը գուզե որթուն այս ճշտամին سود خاببا كورزن أزادي سايسور. بالمرحلة الأولى الرب يريد إنه أنت تتحرر من عمل العدو المخادع. كانوا كي قرنا عيس نيتيرون من شو عيس فاجيني مجكونة كيتنال ور إنش كان ساين لسادزينك. كم واحد بيقدر هلا يعرف من خلال هالمواضيع إنه قديش في أصوات هو مستمع لإلها؟ هي ما إنش كلاسستون. وهلا شو بتسمع؟ هي ما إنش كلاسس. شو اللي بتسمعه هلا؟ كاروزين غوخكين إنش تساينغا ورغلسس يعني بالإضافة للوعظة شو في أصوات تانية عم تسمعها؟ قرنا ميجي هيشيل كاروزي جامانا جينكي إنش تساين لساتة أسكيارج غاري ورشي كاروزي چين تاملا في حدا يتذكر أنه بوقت الوعظة شو الأصوات اللي ممكن يكون سمعها هلأ أو قبل مش ضروري يكونوا أصوات ضد الواعظ كان يوكي لساتة؟ كم واحد سامع هيك أصوات؟ قرنا سيريفا غايل فيك تتخيل؟ كانوا كين أمارا ديجا شاد بارزة؟ وكم لكم واحد منا هالشي كتير عادي؟ ها شاد كورزونيم. عندي كتير شغل. هذا سيجيت سيبيري كيتش. جبته معي شوي على الكنيسة. أرتن إنك ور يجيت سين استلتي التر ميت كيت ماتش كتارنا سخال بامجا. يعني إذا أنت قاعد بالكنيسة وبعدهم هيدول عم بدوروا بفكرك معناتها في شيء غلط. توم وروشو موت يجاد ساستدزو الجمانة غانسنلو. انت بقرارك الحر جاي حتى تقضي وقت مع الرب
որոշումովդ եկած ես ծույլ ժամանակ անցնելու ջայե բարարակ الحرط قضي وقت مع الرب բայց ցայներ կան վարժված են քուլրությանդ մեջ ոդկի ելան բոլորը بس في اصوات معوده انه وقت بتكون انت ساكت توقف هي دغري بفكرك شادان كان مارتيك նույնիսկ չեն գնար նստիլ գցեն գերտան որտեղ քլուխնի մի դիպայտի ու في ناس حتى ما بيقدروا يضلوا بالكنيسه بيحملوا حالهم بفلوا لانه بحسوا راسهم رح ينفجر شاد بنغانه որովհետև պատերազմի մեջ է ինքը كثير طبيعي لانه بيكون هو بحاله صراع قلنا يرن امر باتجار ما فرناتزلا يرن بس իրականության մեջ պատերազմի մեջ է այդ անձը ու يمكن يكون عنده عذر ولكن بالحقيقه هو بحاله صراع այս մարդուն համար ցայները փոլորնալ հյուրընկալված են بالنسبه لهالشخص كل هالاصوات هو بيستضيفهم وبرحب الصدر سيفو مي انك بولورين باري ايغا غساتزه يعني كلهم بأهل فيون امنا لاف هيرنغالو خومبنه فبيكون هو افضل مؤهل ومستضيف هذا بار ايسور جاماناكني ور اس اودار اشخادانك جيتسننك فبالتالي اليوم هو الوقت حتى نوقف هالعمل الغريب عنا որովհետև մենք պիտի նկատենք, որ Աստված մեզի շատ քեղեցիկ ստեղծած է։ لأنه بوقتها رح نلاحظ انه الله خلقنا بطريقة رائعة։ պիտի նկատենք Աստծո ծևը ջանչնալը շատ քեղեցիկ եւ շատ մեծ ուժ գտա մեզի։ رح نلاحظ انه وقت اللي بنعرف طريقة الرب رح تعطينا قوة وثقة كبيرة։ Եթե մենք միայն բռնվենք Աստծո խոսքին, إذا نحن بس تمسكنا بكلمة الله يف بورسين غيرارل مير جانكيرن نيرس وجربنا انه نطبقها بحياتنا بدينا غادين كور سادانان باردواز رح نلاحظ انه الشيطان بيكون مغلوب داغافي مارتن كرنانك سخاليل ومنضل ناس وممكن نغلط نايتك مير سخاليل نيرا بناف خنتير تشن ميزي ليكو اغلاطنا منا هي المشكله بالنسبه لنا مير سخاله انتونيلوف ابريلنه ور خنتيره مزي ولكن وقت اللي منقبل غلطنا ومنعيش فيه هيدا بيكون المشكله شمكير يتتون انزي بس كده سور منك هايراور هزاراور سخالنر غننك انكي داك تسابارانون سو ميك هادين كارا كلوخنش چينار ما بعرف اذا انت بتوافقني وبتعرف مثل انه نحن بنعمل مئات والاف الاغلاط بدون ما نعرف عن عدم ادراك ولا وحده حجرتها بتوقع على راسنا يس مينشيف اي سور شات بانير قدسنم ور رادم سخال بس دير تشارد وناس ور هادون كلوخي سبايتين لحد اليوم انا بلاحظ انه عملت كثير من الاغلاط ولكن ولا مره الرب سمح انه نتائجها تكون يعني اتحملها تشسكن نار يرهواغال يته كلوخي سبايتين انونك انش بيدي لار كلوخ ما فيكم تتخيلوا او ما فيك تتخيل لو طلعت براسي النتائج شو كان ممكن يصير هيك وقت كي جنانك سيلينر خلينا نوقف مع بعض يا احبا باين سكيسب يرب دي روتشمن غخنتري اغوتكوف ببدايه الخدمه وقت اللي كنت واقف وعم بطلب من الرب الصلاه ديرينزي هايتنتس فور سيردرو ميتش ساينرو تم اوجوتيون غاكو ورات ايسور الرب اعلن لي انه اليوم في مسح عليك ضد هالاصوات اللي موجوده بالقلوب يف هدا وبار بيلي خنترم ورتون بادراس تلاس وبالتالي انا بدي اطلب منك تكون حاضر هو الساينر اخ هالاصوات ايش كان شادن قديش كتار هاليلويا شكرا لك دير يسوس نشكرك يا رب يسوع Շնորհակալենք քո բարիքիդ համար։ Նշկրակ լե աջլ խայրակ։ Այսօր մենք հավաքված ենք Տեր օշնվելու համար։ Նահնա լյոմ մշտմուին յա ռաբ թաթա նալ բարակե։ Աշագերտները դամեն օր արին քեզմե եւ նորոգվեցան։ Տլեմիզա քիլ յոմ նալու մնակ ու ջդդու։ Քուսուր փոքիդ քու ուսածներովդ նորոգեցան ոնց սիրդը միտքը գյանքը։ Ու ռուհակ լդուս լկդուս جدد افكار وقلوب وحياتهم بحسب كلامك ايسور نيرغانر بيدين اوروك فيندر واليوم الموجودين هون رح يتجددوا يا رب خوسكي تاماتساين بحسب كلمتك تشنامين بيدي تشغارنا هختل والعدو ما رح يقدر ينتصر امين امرود سور تشنامين شيناتز ايسور بيدي غودروي وكل حصن العدو بني اليوم رح يتهدم كوخاغوتيونت يوراكانشير سردي يفغيانكي ميتش بيدي فتصهيد الله وسلامك رح يظهر بكل قلب وبكل حياة وربسي كوانونت بارا وربي لحتى اسمك يتمجد أركيل فاز دير ميرجان كيرن نيرس أدار تساينر كتنفين ممنوع يا رب إنه يكون في أصوات غريبة بحياتنا تشينكوزر
سبرتي تساين ما ورتون أردونات جس. ما بدنا إنه أي صوت يتسلل لحياتنا إذا أنت مش سامح فيه. آمين. آمين. أركيل وادز. ممنوع. يتدروج أرشيف أنتون اللي تشير قام أنتون وات تشير دروج كومن. إذا هو منه مقبول من الرب. هاللويا. هاللويا. هيك مياسين يرجع باكو تيام بيرتان كيف مدازينغ. خلينا نكمل بالعبادة ونفكر.